أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكاية مهاجر على قناة كنار تي في، صوت العرب من كندا. لكل مهاجر حتى رحاله في بلد غير وطنه الأصلي حكاية وتجربة، هي بالنسبة له لحكاية العمر التي تلخص تجاربه وتحدياته ونجاحاته، وبالنسبة للآخرين هي دروس نستفيد منها وتعطينا دافعا للأمام وتشعرنا أنه لا مستحيل مع الإرادة والتصميم والعمل الجاد. حكايتنا اليوم مع الكاتبة الفلسطينية الكندية والباحثة الأنثروبولوجية يارا الغضبان. هجرت عائلتها من عكا والناصرة إلى سوريا ولبنان، وتنقلت بين دبي ودمشق وصنعاء إلى أن استقر بها الحال في كندا، وتحديداً في مونريال عام 89، وكان عمرها آنذاك 13 عام. درست الأنثروبولوجيا والموسيقى في جامعات كندا، وعلمت في جامعة مونتريال وجامعة أوتاوا بعد ذلك. يارا الغضبان هي مؤلفة لثلاث روايات كتبت جميعها بالفرنسية، منها في ظل الزيتونة، عطر نور، وأنا أرييل شارون التي ترجمت إلى العربية والإنجليزية. فازت الرواية بجائزة في مهرجان بلوم متروبوليس عام 2019، وترجمت كما ذكرت إلى العربية والإنجليزية، وكذلك فازت بجائزة فيكتور مارتن لينش ستونتون لإنجازاتها في عالم الأدب الكندي. تركز في كتاباتها على حياة الفلسطينيين، وخاصة آمال وأحلام المرأة الفلسطينية. تشغل حالياً رئيسة مؤسسة تسعى إلى مكافحة العنصرية من خلال الكتابة والأدب. أهلاً بك يارا الغضبان، وشكراً لك على قبول دعوتنا باستضافتك في حكاية مهاجر. مرحبا يارا، خبرينا عن حالك. وين كانت بداياتك؟ وين ولدتي وين عشتي بدايات دراستك في المدارس؟ يعني أنا مثل ما بيقولوا فلسطينية، من أصل فلسطينية، من الجليل، من أهلي من الجليل، ماما من صفورية وبابا من قضاء عكا من كويكات. وطبعاً تهجروا ب48، ويعني عائلتي يعني تقسمت في منهم بمخيم برج البراجنة ببيروت، وبدمشق أهل أمي وماما ربيت بدمشق، وأنا ولدت بدبي. يعني أنا من جيل فلسطينية الخليج مثل ما بيقولوا. ولدت بدبي ودرست بدبي مدرستي الوردية. ما بعرف إذا في حدا بيعرف، كل أهل الخليج في كتير منهم بيعرفوا مدرسة الوردية. وطبعاً كفلسطينية يعني الوضع دائماً، وضع الفلسطينية صعب، ما في سيكوريتي مثل ما بيقولوا. يعني فهجرنا أكثر من مرة، هجرنا أول مرة على الأرجنتين ورجعنا، بعدين رجعنا سافرنا على اليمن، قضينا سنة باليمن. وطبعا كنت دائما اقضي صيفيه بعد ما تخلص السنه، نرجع عند اهلنا، ازور ستي وجدي بالشام، وازور عائلتي ببيروت. فعندي يعني ذكريات كثير من انا وصغيره، خصوصا بمخيم ببيروت وببيت جدي وستي بالشام بساحه العباسيين. فعندي يعني ذكريات جميله كثير كثير من طفولتي. وبعدين رجعنا، هاجرنا على كندا ب89، ومن هناك كفيت دراستي، تعلمت الفرنسي. طبعا ما كنت احكي فرنسي، فتعلمنا الفرنسي هون مثل كل المجاهرين اللي بيجوا على كيبيك. تعلمنا الفرنسي وضليت مكفيه بالفرنسي. درست الموسيقى بالسجاب اللي هي يعني الكوليدج، وبالجامعه وهيك، وخلصت بكالوريا بالموسيقى، وكمان ماسترز بالموسيقى او بالإثنوميوزيكولوجي اللي هي دراسه موسيقى العالم، شعوب العالم. وبعدين درست، عملت دكتوراه بالانثروبولوجيا، ودرست بالانثروبولوجيا وبالموسيقى، وبعدين تركت كل شيء وصرت اكتب روايات. حلو. جيت مع عائلتك؟ طبعا طبعا طبعا، انا كنت صغيره يعني لما اجيت. اهلي اللي هاجروا.
شو كان إحساسك وأنت يعني تنزلي في الأرض الكندية؟ شو حسيتي؟ عندي ذكرى حلوة كتير لما كنا بعدنا بدبي كنا بعدنا راجعين من الأرجنتين، وطبعا أول هجرة لإلنا برات العالم العربي كانت الأرجنتين. يعني كان بالنسبة إلي، مع إنه قعدنا يمكن كم شهر، حتى يمكن أقل من كم شهر، مش متذكرة. تعرف الواحد لما يكون طفل كل شيء عنده كبير، أكيد. بس يعني بتذكر يعني إنه كيف كانت الأرجنتين. طلعنا نحن بالصيف وهناك كانت الشتاء، كل شيء كان مقلوب، كل شيء كان غير. أول مرة بشوف، يعني أول مرة بفوت على كنيسة كان بالأرجنتين، أول مرة بدرس بتعلم لغة غريبة يعني جديدة بالأرجنتين. فبعدين لما رجعنا على دبي، وبابا قالنا بدنا نروح على كندا، أول يعني أول صورة إجتني بابا نويل طبعا. بابا نويل والنورث بول، عرفت كيف، القطب الشمالي. وحسيت إنه أوف، حكى لنا هيك على مدينة اسمها مونتريال، وشو تخيلت مونتريال بعيدة بعيدة بعيدة. فبس طبعا كنا يعني بنفس الوقت كنا يعني متحمسين وخايفين، وكنا تعبانين كمان لأنه هجرنا أول مرة وما زبطت. فيعني كان في كتير نفس الوقت أمل وخوف وتوهب كل المشاعر المختلطة كل المشاعر طبعا. ولما إجينا، لما وصلنا، يعني بتذكر أول، بتعرف كيف الواحد بيكون فيه، بيصحى بيكون الوقت بعده مش متعود على الوقت ولا شيء. صحيت بكير كتير كتير، كان بعد الدنيا صيف، وطلعت تمشيت. كنت وقتها بعد في عنا الووكمان والكاسيت، ما بعرف هلا اذا الجيل الجديد بيعرف شو عم نحكي. وقلت اوكي بدي اروح اتمشى اشوف يعني شو هالمدينه الجديده. ولقيت في هيك بارك صغير، حديقه صغيره، وكان في كان في مرجوحه. فقعدت على المرجوحه وقعدت اتمرجح على المرجوحه، وبعدين هيك ضليتني اتمرجح لخلص الكاسيت. فبعدين نطيت هيك عن المرجوحه وطلعت هيك حوالي، وحسيتها يعني حسيت المدينه حلوه كتير كتير. وهيك بيني وبين نفسي قلت اوكي خلص، هون راح يصير يعني هاي هذا المدينه راح بيت تصير جديد. مدينتي. هاي يعني هاي البلد راح تصير بلدي. حلو. ويعني غريب كيف الواحد، كيف يعني كان عمري 13 سنه، انا شو بيعرفني. بس أكيد. خلص انه قررت انه هاي رح تصير بلدي، ورجعت على البيت. ومن وقتها خلص بتعرفي فتنا بالموال مثل ما بيقولوا. كان في أقرباء لكم هنا في كندا لما جيتوا ساعدوكم في الاستقرار، ولا أنتوا اكتشفتوا كل إشي لحالكم؟ والله كان في صحاب لأهلي من زمان زمان زمان، يعني اللي هن استقبلونا، وقعدنا عندهم أول كم يوم. ويعني أول سنة كتير ساعدونا، يعني أول سنة أول شيء فرجونا كيف ناخذ المترو، ودلونا على السوبر ماركت، ودورونا على كل شيء. وحتى يعني كنا جيرانهم أول فترة، يمكن أول كم سنة كنا جيرانهم نفس البناية. فيعني كان في حدا، بس ما كنا إحنا الوحيدين يعني من بيت الغضبان. وبعدنا لهلا يعني يمكن في بنت عمي، بس يعني عيلة الغضبان أكتريتها بعدها برات كندا. نعم. فيا واجهتي مشاكل في إنك تكوني صداقات هون في كندا؟ تحسي يعني إنه مجتمعك الصغير اللي بتنتمي له هنا؟ لا، بتعرفي الغريب يعني أول سنة طبعا كنا كلياتنا بصف اللي بسموه هون الصف الأكوي، اللي هو التدريس تعليم اللغة الفرنسية. فطبعا كنت بالصف كلهم مهاجرين مثلي. وكان في صبية اسمها لارا، كانت بعدها جاي من سوريا، وكان في لبنانية، وكان في مهاجرين مثلنا يعني. وأول سنة لما فت على المدرسة تعرفت على رفيقتي تانيا اللي هي لبنانية أرمنية، وكانوا بعضهم طبعا هن كمان مهاجرين مثل كل اللبنانية اللي بهالوقت كانوا بتعرف مهاجرين من عم يعني هربانين من الحرب وهيك. فيعني بالعكس أول سنة عملت أصحاب كانوا كلهم مثلي مهاجرين ومشتتين ف it was okay. يعني من هالجهة كان في يعني فينا اقول انه كان الاكسبيرينس تبعي ايجابي.
طيب بس طبعا المشاكل والصعوبات اول شيء الواحد ما بيشوفها، بيكون الواحد مثل فايت بهيك ببروجرام، خلص بده يظبط حاله، بده يتعلم، بده هيك وبده هيك، يعني ما عنده وقت حتى يفكر هل هي صعبة هل هي مش صعبة، هل هي قاعدين بنظبط حالنا يعني مثل كل المهاجرين. طب هلا وانت بتطلعي لورا وبتتذكري هاي الايام، شو بتحسي كان اكثر مشكلة عانيتي منها بهديك الفترة في بداية حياتك بكندا؟ يعني المشكلة اللي واجهناها اللي هو بيواجهوها كثير عائلات مهاجرين، طبعا بي مهندس اجى لهون الدبلومة تبعته، قالوا له يعني انت ما عندك اكسبيرينس بكندا، فحتى لو انك صار لك 20 سنة بتمارس وانت مهندس وبنيت بنايات طويلة عريضة بدبي، هذا ما بيعني شيء لإلنا. فبي ما لقى شغل، وحتى جربنا نفتح بزنس وهيك، بس كانت كتير صعب، ويعني عمل أخذوا أهلي أخذوا قرار صعب جدا، يعني يا بنقعد هون وبي بلا شغل ووضعنا يعني بالدهور، أو إنه بيرجع البلاد العربية يشتغل كمهندس. فأصعب شيء واجهناه أول كم سنة يعني كان بي مش موجود، وربينا تقريبا يعني كل سنوات المراهقة أنا وخيي ربينا من غير بي، ويعني وأمي كان كل الضغط عليها تربي اثنين مراهقين يعني ببلد غريب، فهي كانت صعبة جدا. يعني لما بفكر هو هذا كان أكبر، مثل ما تقولي أكبر صعوبة عشناها كعائلة. وهلا يعني بعدين بالاخر لما نحن صرنا كبار انا وخيي، امي رجعت على البلاد العربيه، وهلا من جديد رجعوا هن اثنين على كندا. فيعني الهجره بتعمل شتات حتى بداخل العائله، وفي أكيد كثير عائلات عاشوا هذا التشتت وهذا يعني هذا، وكتير خربت بعائلات وكتير أذت بعائلات على ما أظن. نحن الحمد لله نعم يعني ضلينا مع بعض وضلينا قوايا، بس دائما بفكر يعني هون بيحكوا كتير بالريكوجنيشن، الدبلومة ريكوجنيشن والاكسبيرينس ريكوجنيشن، كأنه يعني شغلة هيك كأنهم عم بيحكوا على أرقام أو بيحكوا هيدا، بس ما حدا بيفكر شو ممكن تأثر على العائلات، شو ممكن تأثر أكيد على أكيد العلاقات وهيك. فهي أنا هاي كانت بالنسبة لي شغلة صعبة جدا وبفكر فيها كتير حتى اليوم. قد ايه كان يعني حاولتي انك تدخلي بالفرنسي بشكل مباشر، لانك انت رايحه على منطقه فرنسيه، يمكن الانجليزي في البلاد العربيه بندرس انجليزي دائما بس الفرنسي شويه اقل. قد ايه اخذتي وقت لحد ما يعني اتقنتي اللغه الفرنسيه وحسيتي انك مرتاحه خلص، يعني انت دخلتي بالستريم مع باقي الطلاب؟ انا يعني مثل ما قلت لك قبل شوي، يعني انا عندي سهوله باللغات يمكن لاني دارسه موسيقى، فيعني درست 6 اشهر الفرنسي، وبعدين قرروا قالوا اوكي هي فيها تظبط حالها بالفرنسي، حطوني دغري بالمدرسه العاديه. بس طبعا انا كنت يعني شو بعدني يا دوب مبلشه، فاول كم سنه كانوا صعبين كتير. يعني واحد اول شيء لما بيكون بصف تعليم اللغة كلهم تقريبا بمستواك، بعدين فجأة تروحي على مدرسة تسمعيهم بيحكوا باللهجة تبعتهم، وحتى يعني حتى الأسامي ما كنت قادرة ألفظهم، يعني كانت أول شيء. بس فيني أقول إنه يعني ضليتني يمكن لرحت على يعني بعد الثانوية، لخلصت الثانوية ورحت على الكوليج على السجاب، ساعتها هيك بلشت احس انه اوكي هاي اللغه فيها تكون يعني لغتي انا كمان، يعني فيني اتملكها مثل العربي ومثل الانجليزي، حبيت هاللغه، حبيتها لقيتها جميله جدا، بحسها قريبه للعربي لانها لغه فيها كثير شعر وفيها كثير كلمات وفيها يعني مش مثل الانجليزي، فحبيتها. وعلى ما أظن الواحد لما بيحب لغة بيصير أسهل لإله إنه يعيش معها ويتعايش معها وإنه تربى عليه مثل ما بيقولوا. نعم. هل عانيت من تمييز عنصري خلال دراستك بالمدرسة، بما انك يعني الفرنسي كان يمكن مش بيرفكت وقتها وجديدة في مجتمع غريب عليك، كان في تمييز؟
طبعا دائما في تمييز، وحتى يعني لليوم في تمييز، يعني الواحد كل اللغة كل المجتمعات اللي فيها تعدد في عنصرية وفي تمييز، وهون بكيبيك يعني أنا ما كنت أعرف شو العنصرية، هون تعلمت شو العنصرية. وبتذكر يعني بتذكر أول مرة نزلنا بالمترو، أول مرة بننزل بالمترو بمونتريال، كنا قاعدين بالمترو وفجأة فاتوا هيك مجموعة، كانوا كلهم هيك شباب، وكانوا كلهم تعرفي هيك سكين هيد، يعني لابسين جلد ومدري شو وهيك وهيدا، وكنا بعدنا مبينين إنه بعدنا جايين جديد، يعني لبسنا مش مثل التانيين، شعري كنت بعدني عم بربطه هيك جداديل وكل شيء، وصاروا يطلعوا فينا وصاروا يضحكوا، صاروا يضحكوا وصاروا هيك يقشروا علينا، وصاروا يقشروا على شعري، عرفتي كيف؟ صاروا يقشروا على شعري وصاروا يعملوا شو؟ يعملوا هيك ويقولوا كلمة أنا ما كنت فاهمتها، يقولوا بو بو بو. طبعا أنا رحت على المدرسة والكل كان قاعد يعني بالترين وسامعين هون، وتحسي إنه الكل قاعد وهيك، يعني في تنشن، في عصبية كتير بالترين، بس ما حدا عم يحكي شيء، ما حدا وكان تصرف يعني. ما حدا تصرف. طبعا رجعت أنا على البيت وطلعت شو كلمة بو، طبعا كلمة بو يعني أمل، عرفتي كيف؟ فكاينين قاعدين بيضحكوا عليه وكانوا يعملوا حركات كأنه قرود ولا شيء من هالنوع وهيدا. فأنا ساعتها أول مرة بعرف إنه أوكي، إنه هاي العنصرية. هلا أنا كفلسطينية بعرف شو العنصرية، أوكي، كلاجئة فلسطينية بعرف شو العنصرية، بس ولا مرة واجهت العنصرية، مش لهويتي بس لشكلي، يعني كيف فهمت أثر علي؟ عليك؟ فكانت صدمة لإلي. كيف أثر عليك هالشي يارا؟ ما بعرف، يعني الغريبة هاي الأشياء، يعني بعدين بترجع، يعني كأنه هيك بتفوت بذاكرتك، بتفوت بجسدك، بتفوت وما بتفكر فيها أول شيء، بس بعدين بتصير بتتذكري، بتقول هاي كانت عنصرية، هاي كانت عنف، هاي كانت هيك، هاي كانت هيك. بتذكر شغلة تانية صارت معي بالمدرسة، وهي أنا دائما بقولها يعني لأصحاب الكبكوازية، لأنه هون الطريقة اللي بيعاملوا المهاجرة أو الهجرة أو المهاجرين دائما، حتى السياسيين يعني كيف بيحكوا عليها، بيحكوا عليها كأنها مشكلة ولازم يحلوها، أوكي، أوف، مشكلة الهجرة، كيف بدنا نشغل المهاجرين، كيف بدنا نعلم المهاجرين، صار في كثير مهاجرين، بدنا نقلل كأنها مشكلة ولازم نحلها. فلما أنت كل شيء أي شخص مهاجر بتطلع عليه كأنه مشكلة قبل ما تطلع عليه كأنه إنسان أو كأنه جارك أو كأنه، طبعا بده يفرز عنصرية. وبعدين الشغلة الثانية بتطلع علينا مرات كثير كأنه يا حرام هدول لاجئين، يا حرام هدول جايين من بلد فقير، أو فشو بتطلع، يعني بتطلع علينا كأنه مرضى أو معاقين، عرفتي كيف؟ يعني ما بتطلع علينا كأنه نحن جايين وجايبين معنا علم وأدب ولغة وتاريخ، ونحن جايين نعطي شيء، مش جايين ناخد، عرفتي كيف؟ جايين نعطي شيء، نعطي من كياننا، نعطي من علمنا، نعطي من ثقافتنا. فبتذكر مرة كنت بالمدرسة وكان في معلمة، كنت يمكن بالثالث ثانوي أو شيء من هالنوع، وكنت دائما يعني أنا كنت بحب طول عمري بحب أكتب، فكانت بالإنشاء دائما أخذ 60%، 60% طبعا اللي هي ابدا على الحفه، عشان ما تسقطي بيعطوكي 60%. ليش كنت اخذ 60%؟ كانت تعطيني 60% للفكره وللكتابه، عرفتي كيف؟ للكومبوزيشن مثل ما بيقولوا هيك، وبس شو اخسر ال 40% كله على اغلاط القواعد. اوكي. عرفتي كيف؟ فمرة اجت قالت لي ليه انت بتستعملي القاموس لما بتكتبي؟ قلت لها لا، يعني قالت لي لا، استعملي القاموس واستعملي كتاب القواعد حطيه جنبك، وقالت لي اكتبي جمل يعني بسيطة جدا، انت دائما بتحاولي تكتبي جمل كتير معقدة، يعني كأنه لأنه بحاول اكتب مثل ما بفكر بالعربي، بس طبعا ما عندي كان بعدني، مش يعني ما عندي كان مش مطورة المهارة لسه، مش مطورة المهارة باللغة. فقالت لي اكتبي جمل بسيطة، فأنا يعني انبسطت إنه المعلمة إجت حكت معي هيك، وقالت لي إنك أنت شاطرة بالكتابة بس لازم تعملي هيك، فيعني أخذتها بكل جدية،
وقعدت وكتبت والقاموس جنبي وكتاب القواعد جنبي وهيك. فبعدين بعد أسبوعين إجت نادت لي وعطتني علامتي، وعلامتي كانت 85%. طبعا شو أنا لقيتها؟ أوه كأنه 120 عطتني. بس شو المعلمة ما كانت مبسوطة. المعلمة قعدت تطلع فيي وقالت لي يارا أنت متأكدة أنت اللي كتبتي هذا الموضوع؟ قلت لها إيه أنا اللي كتبته. قالت لي أنا قالت لي ما تكذب علي. قلت لها أنا معلمة أنا ما بكذب. قالت لي مين عندكم بالبيت بيحكي فرنسي؟ قلت لها ما حدا بيحكي فرنسي، ما في غير أنا. قالت لي في جارتكم ساعدتكم ساعدت؟ قلت له قلت له مهاج مهاجري. وقالت لي وقتها قالت لي يعني اعطيتك انا ال 85% مش لانه صدقتك، لانه ما فيني شو قالت لي يعني ما عندي دليل، ما بتقدر تثبتها يعني، ما فيها تثبت اني انا غشيت. وحسيت وقتها شو يعني مثل ما مثل كسرت لي قلبي، عرفتي كيف؟ انه قلت لها ما انا عملت مثل ما قلتي لي بالضبط. بعدين انا فكرت قلت هاي المعلمه عم تطلع فيي، ما شافت وحده تحب تكتب، ما شافت وحده عندها يمكن موهبه او عندها ذكاء او عندها you know شغله، عندها gift you know قدره على الابداع. نعم عندها ابداع. لا هي بتشوف شافت وحده مهاجره وبراسها المهاجر في عنده حفه، عنده limit. اوكي ما فيها تتخيل براسها انه هاي ممكن تبدع بالفرنسي. يعني بتفضل تفكر اني غشيت ولا انه تفكر انه هالمهاجره كتبت يمكن احسن من الكريكوازيه اللي بالصف. عرفتي كيف؟ مع انه الاولاد المهاجرين عاده بيكونوا كثير مهتمين بالدراسه وبيكونوا من افضل الطلاب يعني على كل المستويات. ما هاي هي العنصريه. في انواع من العنصريه مثل هدول اللي قاعدوا يضحكوا علينا وعشعرنا ومدري شو، في نوع من العنصريه اللي هو مثل ما تقولي نوع ما ببين دغري، اللي هي بيكون الناس بيكون مخبى، وهذا النوع من العنصريه صعب جدا 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 الواحد يواجهه. عرفتي كيف؟ يعني لأنك برضو ما بتقدر تثبتي كيف بدك تدخلي لراسه. ما فيكي لازم يكون بالضبط. طبعا هلا انا بفكر فيها دائما، يعني اول ما لما نشرت اول رواي وثاني رواي وهلا انا صرت انا نفسي يعني هلا صرت بسموها هيدي رئيس تحرير اديتر. عرفتي كيف؟ يعني بفكر فيها مرات، بقول بعدها عايشه هاي المعلمه، شافت هاي البنت اللي قالت عنها انها غشت، شافت انه صرت كاتبه. اوكي لازم تهديها لازم تهديها نسخه عن الثلاث كتب اللي الفتيهم. فيعني فطبعا واجهت من هالاشياء كتير، وانا كتير حساسه لهالمواضيع يعني. ف بحاول قد ما فيني يعني احكي عليها، يعني كل ما يحكوا يعني كل ما اعمل لقاء او نوع من او يعني او نحكي بهالموضوع بحاول اعطي examples، يعني بحاول اعطي امثله عشان يعني احسسهم الناس هون انه انتم مرات ممكن تاذوا الشخص انتم مش عارفين انكم عم تاذوه. صحيح. هلا حنحكي عن نشاطك في مكافحة العنصرية، بس بدي أبدأ في أول شغل حصلتيه. هل كان مباشرة بعد تخرجك في جامعة مونتريال أو أوتاوا، ولا أخذتي وقت لحد ما لقيتي؟ أنا كنت أدرس، حتى وأنا عم بدرس كنت أدرس. فكنت أعطي يعني كنت أعطي دروس، كنت مساعدة كنت أساعد يعني المدرس يعني المعلمة وهيدا. فبعدين أنا كنت متوقعة أنه دغري ألاقي شغل، لأنه بلشت أنشر مقالات بمجالي يعني عبكير كتير. يعني بتذكر أول مقال نشرته بإنسايكلوبيديا عن الموسيقى الفلسطينية، كنت بعدني حتى مش أخذ الدبلومة تبعتي، والمحرر قال لي ما تكتبي بالبايو انك بعدك مش اخذ الدبلومه لانه ما حدا راح يصدق. يعني قد ما كنت صغيره يعني، فانا كنت متوقعه انه دغري راح الاقي شغل. عرفتي كيف؟ بعدين صرت اواجه شو يعني هون كثير، يعني مثلا كان اروح اعمل انترفيوز، اعمل لقاءات كثير مرات اكون فاينلست يعني بالتوب، اول يعني بيني وبين حدا ثاني. ما يعني ما يطلع، ما يختاروني أنا بالآخر، بس شو يعطوني كونتراكت، يعطوني عقد لسنة، عقد لكورسين، عقد. بعدين فهمت إنه هاي مش بس أنا،
انه اكثريه الكنديه اللي من اصل ثاني مهاجرين وهيك، اذا بتطلع بالديبارتمنتس بالجامعات اذا بتشوفي مين عندهم البوزيشنز البيرمننت البيرمننت ومين عندهم بس بيشتغلوا بالكونتراكتس، يعني عرفتي كيف، مع عقود ومش بيرمننت، بتشوفي يعني فاصل رهيب، فاصل رهيب، بتلاقيهم كلهم من فوق كلهم كنديه بيض، ومن تحت كل الوان العالم. وهذا إشي غريب، لأنه يعني إذا بتحسبيها إحنا كلنا يعني بيض سود عرب مش عرب، كلنا مهاجرين على الأرض هذه اللي هي أصلاً للسكانها الأصليين. فمش فاهم يعني إذا لازم يكون في تمييز عنصري لازم يكون من ضمن السكان الأصليين تجاهنا كلياتنا بيض وسود وعرب ومش عرب، لأنه هاي أرضهم أصلاً. يعني مرات بفكر فيها انه انت يعني جيت مهاجر، او اوكي يمكن انت ما جيت مهاجر بس اهلك اجوا مهاجرين، انت مش صاحب البلد الاصلي، يعني كلنا جينا على هالبلد ويعني وشكرا للسكان الاصليين انهم متحمليننا بصراحه. صحيح، معك حق. طيب بعد هيك، بعد ما درستي في الجامعات في مونتريال واوتاوا، قررتي انك تفتحي your own organization او تعملي مؤسسة لك لمكافحة العنصرية من خلال الكتابة، مظبوط؟ ايه، بس مش انا لحالي، يعني انا وشخصين تانيين اسسنا المؤسسة. انا والمحرر اللي نشر كتبي قررنا نأسس المؤسسة. والفكرة كانت يعني إنه كيف بدك تكافح ضد كيف بدك تقاوم العنصرية، شو كفاح ضد العنصرية ممكن يعني. وأنا يعني ما طول عمري يعني عندي فكرة عن الأدب، إنه الأدب ممكن يغير العالم، الأدب ممكن يغير العالم، الأدب ممكن يغير الإنسان، الأدب ممكن يغير المجتمع. وفي كتير مرات مواضيع ما فيك تحكي فيها بطريقة مثل ما بقولوا دايركت، عرفتي كيف؟ إذا بدك تحكي مع واحد وتحكي تقولي إنه أوكي أنت عنصري أو أنت عم بتعاملني هيك، شو رح يعمل؟ يعني رح يكون عنده ردة فعل بس ما رح يسمعك. بينما إذا بتاخدوا كتاب وبتقعدوا بتقروا أنتوا اثنين نفس الكتاب، عرفتي كيف؟ بيصير في موضوع تحكوا عليه انتوا اثنين، اوكي، وبيصير فيكم اذا بدك تحكوا على العنصريه بيحكوا على العنصريه من خلال الشخصيه اللي بالكتاب، فهيك ما حدا بحس حاله انه مستهدف. مستهدف بالضبط. فهي الفكره، يعني كانت فكرتنا انه من خلال الكتاب ومن خلال الادب ممكن نحكي عن كل المواضيع، عن الهجرة، عن العنصرية، عن اللغة، عن الشتات، عن الذاكرة، عن كل شيء، عن كل شيء، عن التعدد. فبنعمل كتير، يعني بنعمل كتير activities مع كتاب. وبعدين كنا حابين كمان إنه يعني هون بكندا دائما أنا بقول لهم لأصحاب الكندية، بقول لهم أنتم مش عارفين حالكم، أنتم قاعدين على كنز، أوكي؟ فاني بفكروا انا بحكي لهم عن بترول ومدري شو، بقول لهم نو، انتوا قاعدين على كنز، انتوا عندكم كل لغات وكل ثقافات العالم عندكم قاعدين عليها وانتوا مش عارفين. مظبوط، كيف؟ فبقول لهم العالم بالكامل عندكم، مش مضطرين حتى تسافروا، يعني بتشوفي جارك بتزوري، يعني كل شيء. فاذا انتوا ما بتعرفوا ادب وثقافات جيرانكم اللي هني جايين من كل حوالي العالم، انتوا يعني عم بتروحوا على حالكم فرصة رهيبة رهيبة جدا جدا. وفي كاتب انديجينس، يعني من اصل من السكان الاصليين، من السكان الاصليين، بيحكي كلمة كتير حلوة اسمه تومسون هايواي، قول اللي بيعيش بلغة واحدة، اللي هو بيعيش يعني بعالة حياته كلها بيحكي لغة واحدة، مثل اللي عايش ببيت في له شباك واحد بس. واو،
عرفتي كيف؟ فعلا معبر. فأنا دائما بقول لهم تخيلوا انتم عايشين ببيت في له شباك واحد، يعني فإذا انتم يعني إذا انتم بتقروا ثقافات العالم، إذا بتقروا الكتاب اللي عايشين هون، لو الكتاب الكندية اللي بيحكوا على بلادهم بيكتبوا على بلادهم، ساعتها بصير عندكم كل شبابيك العالم، يعني كلها مفتوحة صح عليكم، كل صح ضوء العالم، كل ثقافات العالم كلها مفتوحة عليكم. فهي هي الفكرة من وراء المؤسسة، ومن وراء حتى يعني كتاباتي أنا بحاول دائما هالشغلة بطريقة أو بأخرى من خلال الشخصيات إنه أعبر عليها برواياتي. أنت ألفتي ثلاث روايات، آخر واحدة اللي هي ترجمت للعربية والإنجليزية أنا أريئيل شارون. ايوه الاسم لحاله يعني بصراحة أول ما طلعت الرواية هيك انخضيت شوي. بعدين لما قرأتها، لما وصلتني النسخة وقرأتها، حسيت يعني قد في عبقرية في هالعمل، يعني مش بس لغويا، الفكرة ذاتها انك تدخلي في عقلية عدو كان سبب في سحق وتدمير وتهجير طبعا معظم الفلسطينيين بما فيهم عائلتك. هي فعلا كانت يعني فكرة عبقرية. احكي لي شو كنت تحاولي تعملي في عقله لأريئيل شارون، شو اللي كنت تحاولي تاخديه منه؟ يعني أنا إجت الفكرة من سؤال، بتذكر كنت بفلسطين، وكانت مرت عمي جنبي، وسمعنا عن أريال شارون إنه وقع بالكوما، كيف؟ وبتذكر مرت عمي قالت كلمة، قالت شوفي هلأ ما رح يموت، عنده كتير أشياء، في عنده كتير أشياء بده يحلها قبل ما مش كثير رح يموت. عقوبات لازم ياخذها. عنده ايه عنده a lot of accounts to settle مثل ما بيقولوا بالانجليزي، عرفت كيف؟ فضلت الفكره براسي، وكان معها حق لانه ضلوا 8 سنين قبل ما صحيح مات، ضلوا صحيح 8 سنين عايش يعني بين الموت وبين الحياه، وعرفت كيف؟ فضلت الفكره براسي، فقلت طيب اوكي، يعني شو كان عم بيصير براسه لاريال شارون بهال8 سنين؟ فمن هون اجت الفكره. وبعدين حبيت، قلت اوكي طيب، اول شيء فكرت اوكي رح اخلي كل الفلسطينيين اللي عذبهم يجوا يحكوا معه ويعذبوه. بدي انتقم منه، عرفتي كيف؟ بس يعني زي بعدين محاكمة، هو بمعنى آخر عم يعني بتحاكميه بس كل بدي اول بطريقتك، شيء بس اول شيء هيك بطريقتك. كانت اول شيء هيك كانت الفكره. بس بعدين قلت لا، اذا عملت محاكمه اتس تو ايزي، يعني حتكون الشغله كثير هينه، رح يكونوا متوقعين من وحده فلسطينيه تقعد تحاكم اريال شارون. بعدين انا بالنسبه لي هذا مش معنى الادب. الادب الادب يعني يعني الادب مش لا يحاكم، ومش لا للادب، بالعكس لازم الادب يدفعنا لمحلات مناطق بفكرنا وبإنسانيتنا، مناطق نحن محلات نحن بعدنا ما زرناها ما فكرنا فيها. يعني يحفز تفكيرنا احنا الشخصي، مش انه بالضبط يملي علينا. بالضبط بالضبط. فقلت طيب اوكي رح، بس انا ما فيني احكي معه لأريال شارون، اني انا فلسطينية شو بدي احكي معه لأريال شارون؟ فقلت لازم الاقي حدا تاني يحكي معه. فتقمصتي اربع شخصيات، كانت بالضبط. فساعتها أمه، امه زوجته الأولى والثانية، ايه، والممرضة تبعته. وبعدين ريتا. الممرضة كانت هي شخصية ريتا اللي في قصائد محمود درويش. بالضبط. ليش فقلت اخترتيها هاي؟ كان مهم بالنسبة لي يكون في حدا يمثل صوت الفلسطينيين أولاً. وبعدين قلت مين ممكن يمثل صوت الفلسطينيين ويضل في عنده من غير ما حدا، يعني من غير ما تصير هي نفسها يعني بريزنر من الهوية هاي الفلسطينية، عرفتي كيف؟ ولا الهوية الإسرائيلية، يعني كان بدي شخصية مثل ما تقولي شخصية حرة بكل معنى الكلمة. ففكرت قلت طيب ريتا، مش ريتا كانت حبيبة محمود درويش، وريتا كانت يهودية صح؟ صحيح. فمين ممكن يحكي مع شارون ويحكي لضمير شارون ويكون هو ضمير شارون غير هذه الشخصية اللي هي حبت فلسطيني وحبها فلسطيني وهي يهودية؟
عرفتي كيف؟ فأنا شخصية ريتا، وطبعاً كل الفلسطينيين بيعرفوا شخصية ريتا، وأي فلسطيني بتحكي معه دغري على القليل بقول لك بيتين من قصيدة ريتا، إذا ما بيقعد يغني كل الغناي تبعت بالضبط. مارسيل كاليسرا، صح؟ أنا لسه بغنيها بعقلي قاعدة. بالضبط. فبالنسبة لي كان بدي شخصية اللي ممكن يتملكوها الفلسطينية كمان، القراء الفلسطينيين، ودغري يعرفوها. فمشان هيك قررت انه ريتا رح تكون الممرضة اللي هي بنفس الوقت بتواجهه، واللي هي بتمثل ضميره، بتقول له كل الاشياء اللي هو ما بده يسمعها، وبنفس الوقت هو بحبها وبخاف منها. عرفتي كيف؟ لانه بنفس الوقت هي اللي الممرضة، هي اللي قاعدة عم بتساعده دير بالها وعم عليه. تنتبه عليه وكل شيء، وبنفس الوقت عم بتقول له اشياء هو ما بده يسمعها. عرفتي كيف؟ فمن هون صارت الفكرة. حلو. كيف كان ردود الفعل لكتابك هذا؟ يعني هون في كندا تحديدا، في كندا يعني. كانوا تعرفي ال هون، وهي كمان نفس الوقت بتيجي على اللي بسموها البايس مش العنصرية بس البايس، الناس مثلا بيشوفوا واحدة فلسطينية بيفكروا حالهم بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا انه شو راح تكون افكاري وشو راح تكون سياستي وشو تاريخي وشو كل شيء. فطبعا الكل كان متوقعين انه تكون روايه، مثل ما قلت، روايه محاكمه لاريال شارون، وفيها كره وفيها عنف وفيها هيك، والناس كانوا يعني مثل ما تقولي متلخبطين، تلخبطوا اول ما قروا الروايه، مثل ما كانوا متوقعين شيء واجاهم شيء ثاني. فبالعكس كانت رده الفعل كثير ايجابيه، وحتى يعني قريتها، رحت على ببلجيكا قدمتها قدام الجالية الفلسطينية، وحتى كان السفير الفلسطيني موجود، وكان قعدنا ساعتين يعني قدام يمكن 200 فلسطيني، وكلهم سألوني أسئلة كتير عن إنه كيف فيك تكتب عن أريال شارون وكيف وكيف وبالعكس كانت ردة الفعل جميلة جدا يعني، وكانوا مثل ما قلتي نفس الشيء، أول شيء كانوا مصدومين، بس بعدين فهموا شو الفكرة من وراء الرواية. وبعدين قلت لهم أنا شغلي، قلت لهم شغلي بسيطة جدا، قلت لهم وهذا يعني أنا اللي هو عن جد شغلي، أنا يعني I believe in مثل ما بقولوا، إنه أريال شارون صار له 72 سنة بيكتب تاريخنا. يعني أريال شارون كان هو موجود يعني كان هو موجود ب48 وقبل 48، كل هدول العصابات اللي فاتوا وعملوا مجازر كان هو منهم، كان بالهاغانا بالميليشا، وبعدين صاروا البرايم مينستر، وبعدين كان بالديفنس، وطبعا كل يعني كل تاريخنا أثر على كل تاريخنا، يعني ما في نقطة بحياتنا نحن كفلسطينيين ما حط عليها أصبعه أريال شارون. فأنا قلت طيب أنا بدي أكتب تاريخه لأريال شارون، بدي أنا أكتب تاريخه، وأنا بدي أقرر إمتى بده يعيش وإمتى بده يموت، حتى لو برواي أنا بدي أقرر بهالثمان سنين شو عاش ومين شاف ومين ما شاف وشو سمع وشو ما سمع وكيف بده يموت وشو حلم حتى. حلو. حسيتي إنك وصلتي اللي بدك توصلي من خلال روايتك، ولا لسه في أفكار تانية لسه ما قدرت تحطيها بهذه الرواية؟ كان في أشياء كتير، بس بصراحة يعني مثل ما قلت له للناشر تبعي، أوكي يعني هاي أقصر رواية كتبتها، يعني كل رواياتي تقريبا 200-300 صفحة، وهي رواية دوب 100 صفحة. فقلت له للناشر تبعي، قلت له ما فينا ضلني براسه أكثر من 100 صفحة بالجن. في سؤال من صديقنا عبد الصمد وافي، بيسألك كيف حافظتي على التركيز على أهدافك مع جميع التحديات اللي واجهتك؟ شكرا، سؤال جميل. اولا يعني انا بعتبر حالي محظوظه جدا، انه يعني ربيت اولا عائله بتحبني والحمد لله، وانا ربيت بين الكتب، اهلي اتنيناتهم بحبوا الادب وبيقروا كتير كتير كتير، فدائما حسيت حالي انه راكزه، يعني دائما كان في عندي يعني مثل ما تقولي شو بسموها هي فاونديشن قوي جدا جدا. اسس. بعدين نعم، أسس بالضبط. شكرا. بعدين
أنا طول عمري يعني إذا في شغلة بحطها براسي خلص بحطها براسي وبمشي، وما بتفرق معي شو بيفكروا الناس. يعني لما كنت أقول لهم عم بدرس موسيقى، يعني بتعرفي نحن عندنا العرب شو بتدرس موسيقى بالجامعة؟ عارفة كثير. وحتى بعدين أنثروبولوجيا، يعني كثير مرات العائلة الكبيرة يعني أقول لهم، يقولوا أوكي منيح بس شو هاي الأنثروبولوجيا وشو هاي المدري شو. شو وحتى رح لما تعملي فيه يعني؟ شو حيقول رح لك شو تعملي فيه؟ حتعملي فيه؟ مش بعدين حتصيري لا لما دكتورة ولا مهندسة ولا بالضبط بالضبط، بس خلص انا طول عمري لما يكون في شغله براسي بعملها. ويمكن احنا كفلسطينيه في شغله واحده بنتعلمها دغري، انه مش لازم نتوقع على الناس تحبنا، مش لازم نتوقع على الناس تسهل الامور لنا. يعني هاي الشغله، فانا بمشي ومش متوقع لا حدا يفتح لي ابواب ولا حدا يفتح لي شبابيك ولا شيء، انا بدي افتح ابواب وانا انت بدي افتح بتفتحيها شبابيكي. لحالك. برافو برافو والله، يعني انا كثير معجبه بهالتحدي، بهالروح التحدي اللي عندك يارا. شكرا. وهذا وهذا بيفسر يعني نجاحك، ويعني انت مش كبيره بالسن بس ما شاء الله عليك انجازاتك كبيره. شكرا الله يخليك. خلينا نحكي عن فلسفتك في الحياه، انت شو فلسفتك يعني غير انه انت بتفتح الابواب لحالك؟ What do you believe in؟ يعني شو انت المعتقد اللي بتآمني فيه بيخليكي دايما هيك عندك روح التحدي هاي وتمشي لقدام بدون ما يكون في اي اشي بيوقف في طريقك؟ أنا بشكل عام يعني شخص كتير إيجابي، يعني أنا كتير أوبتيميست بشكل عام. وأنا يعني عندي يعني عندي فكرة إيجابية بالإنسانية، مع إنه عشنا كتير أشياء رهيبة، بس أنا بعرف إنه الإنسان، يعني أنا فكري بالإنسان إنه الإنسان عنده البوتنشال، ممكن يعمل ويخلق أحلى أشياء، ممكن يعمل ويخلق أبشع أشياء. يعني ممكن يكون مجرم، وممكن يكون فنان، ممكن يكون، يعني في عنده كل البوتنشال الإنسان. فلما مرات مثلا يقولوا لي إنه عم بتعاملي أريال شارون بإنسانية، عرفتي كيف، إنه ما بيستاهل هاي الإنسانية، بقول لهم ما أنتوا فكرتكم من الإنسانية شو؟ أنا بالنسبة للإنسانية إنه فينا بنفس الوقت نعمل أحلى شيء وفينا بنفس الوقت نعمل أبشع شيء. فأنا هيك لما بطلع على الإنسان هيك بطلع على الإنسان، وبحاول. وبعدين أنا يعني في عندي يمكن فكرة شوي رومانتيكية رومانسية بالحياة وبالعالم، إنه دائما بحاول أقول لأولادي إنه إذا عندكم أحلام لازم أحلامكم شو ما كانت تكون يعني روحوا يعني اتجاهها، ما تخلوا حدا يقولكم إنه هذا الحلم كبير كتير أو هذا الحلم مش، يعني ما تحطوا لحالكم حدود، ما تحطوا لحالكم، ما تحطوا لحالكم حيطان او حدود، او يعني عرفتي كيف. فانا بحاول امشي بهالطريقه هاي. اي ثينك القراءه، يعني انا دائما بقول انه القراءه والادب والفن هو اللي بيخلينا مثل ما تقول نمشي اكثر من جهه الضوء. عرفتي كيف؟ صحيح. نتعلم نكون إنسانيين أكثر، ونتعلم نكون مع الآخر، يكون علاقتنا مع الآخر أحلى من خلال القراءة، من خلال الفن، من خلال الأدب. فيعني هاي الأشياء أنا بتساعدني كتير، وبعتبر حالي إنه كنت محظوظة كتير الحمد لله إنه عندي صحتي وعائلة بتحبني، ومش كل الناس عندهم هالopportunities هيدا. أكيد أكيد يعني هاي كمان الواحد لازم لازم الواحد ما ينساها، مش كل الناس صحيح. عندهم نفس الاوبورتونيتي للاسف. قد ايه صعب تنشئة الابناء في جو مالتي كلتشرال او متعدد الثقافات زي كندا؟ قد ايه صعب او سهل انه الواحد يحافظ على هويته الاصليه ويغرسها باولاده ويخليهم يعني متوازنين من ناحيه انهم كنديين وبنفس الوقت هم عرب فلسطينيين؟ هل هذا الشيء يعني تعتقدي انه ممكن خلق هذا التوازن، ولا في ثقافة ممكن تسحبهم اكثر من الثقافة الثانية؟ طبعا صعب. هلا انه مثلا يعني مثلا لما كانوا الاولاد بعدهم مش بالمدرسه، ما كان في غير انا وجوزي، كنا نحكي معهم بالعربي بالبيت، بس لما يروحوا على المدرسه انت شخصين وبالمدرسه عندك 60 شخص بيحكي معهم لغات تانيين، صح. صعب.
يعني أنا بنفس الوقت، وحتى أنا يعني أنا ك ك كفلسطينية يعني الاكسبيرينس تبعي لهويتي الفلسطينية مش مثل أهلي اللي هن، عرفتي كيف؟ يعني في هاي في أشياء من هالنوع لازم الواحد يواجهها وتوريكوجنايز مثل ما بيقولوا. يعني أنا ما فيني أتوقع كمان أولادي اللي خلقوا هون يكون عندهم نفس الأفكار نفس الثقافة اللي أنا عندي إياها، بس بنفس الوقت بحاول أغرز فيهم هالهوية بطرق تانية، يعني من خلال كتاباتي. يعني مثلا أول رواية كتبتها في ظل الزيتونة هي قصة عائلتنا، عائلتنا قصة طفولتي أنا، قصة عائلتنا كل 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 عائلتي فيها، يعني ستي وجدي وبي وأمي وعمامي وهيدا، وأنا هيدي كتبتها يعني كتبتها لأولادي، عرفت كيف؟ كتبتها لأولادي، فبدال ما أقعد وأقعد أعطيهم دروس وأقول لهم لازم تحكوا عربي ولازم تعملوا هيك ولازم هيك، يمكن أهون لإلي أعطيهم الرواية. وبنتي قرتها لروايتي، قرتها وقرتها لكل أصحابها. واو هيا بنتي بعد فاتت فبالنسبة إلي بحاول بهالطريقة، بحاول ما بدي هون يحسوا إنه هويتهم وإنه لغتهم درس مجبور عليهم. يعني الطريقة الوحيدة إنه لازم هن يحسوا. طبعاً بننزل على فلسطين كل سنة، ننزل على فلسطين كل سنة، فكل ما ننزل على فلسطين بترجع علاقتهم بالبلد يعني تقوى، ولما بيشوفوا أولاد عمهم وبيشوفوا أولاد خالاتهم وهيك. وكنا كمان لما كانوا أصغر شوي، يعني هلأ صرنا فترة مش نازلين على لبنان، بس كنا ننزل على فلسطين وعلى لبنان، مع أنه كانت صعب كتير علينا وفيها كتير، وبتعرفي كيف يعني مع السياسة وهيك، وكانت كتير كتير صعبة لإلنا، بس كنا نروح وننزل قد ما فينا. ففي شغلة في واحد كاتب مرة قالها، أنه بسألوه أنه كيف علمت أولادك يقروا، عرفتي كيف؟ قال أنا ولا مرة قلت لأولادي يقروا، بس دائما كانوا يشوفوني ماسك كتاب. صحيح. فهيك بتعلموا الاولاد، بتعلموا باي اكزامبل، مش بتعلموا باي اكزامبل بالضبط. وانا نفس الشيء، يعني عمرهم ما اهلي سمعتهم بيقولوا لي اقرا كتاب، بس طول عمرهم في كتب بالبيت عندنا، وطول عمري بشوف يعني كل ذكرياتي من انا وصغيره ماما وبابا عم بيقروا، عرفتي كيف؟ فطبعا اتس ناتشرال انه نفس الشيء يكون عندي، وهي اولادي نفس الشيء. يعني بنتي من هي وصغيره كانت تقرا، ولا مرة جبرتها تقرأ، بس لما بتشوف إمها عم تقرأ بتصير هي تقرأ، وI don't care شو عم تقرأ، المهم إنه عم تقرأ. فبحاول بهالطريقة. وطبعاً هني كفلسطينية حتى لو بتقدر تقولي لهم ولا ما بتقوليهم بيواجهوا هالشي بالمدرسة يعني، وبيضطروا هني يسألوا نفسهم طب شو هويت ومين أنا. ونحكي بهالمواضيع دائماً، نحكي بهالمواضيع دائماً، بس بخليهم هني دائماً هني تيجي منهم، هني بحاول ما اجبر عليهم شيء، لانه هون ما في، اذا بنفوت هيك بالتحدي وبالهيدا ورح نطلع خسرانين. صحيح صحيح. في سؤال كمان من صديقنا عبد الصمد. Did she have a partner in her career and I want to know if we need a partner to reach out your goal, if you need a partner to reach out your goal. ما بعرف عن ايش قصده. يا أنا ما يعني ما في شيء في الواحد يعمله لحاله، يعني ما في شيء نو ما في حدا عنده هالقوة هاي، ما في حدا عنده لازم نكون بالعكس، إحنا دائما أقوى لما نكون سوا. وطبعا مثل ما قلت أنا عمري ما كنت لحالي، أنا كان عندي أهل بيشجعوني كتير، وعندي جوزي كمان بيشجعني كتير. وطبعا حوالي كان عندي أصحاب وناس بيصدقوا فيي. فطبعا هيدا مهم جدا جدا، يعني فيك صحيح. انت تضلك ماشي، بس you need a support system مثل ما بيقولوا، you need a support system، وهذا مش نوع من الضعف، بالعكس نحن دائما يعني بالانثروبولوجي اول شيء بنتعلمه انه الانسان ما في يعيش لحاله، الانسان is social، we need others، نحن بحاجه للاخرين، مشان هيك بنخلق اجتماعات واجتماعات مجتمعات ومنخلق ثقافات ومنخلق تواريخ ومنكتب وذكريات، وهيدا كل هيدا عشان نقدر نتعايش بين بعض. صحيح. عشتي في عدة أماكن في حياتك، يعني في دبي، في بيونس آيرس، في عدن، في صنعاء، سوري، في دمشق، في بيروت.
جذورك فلسطينية، وين بتحسي الوطن؟ وين بتحني أكتر؟ صعب هذا السؤال يا صبرينا. ما انت ما بتحبي الكونفرونتينج، ما بتحبي المواجهات، فلفي حوالين الإجابة إذا ما حبيتي تكون دايركت عادي. لا أنا هويتي فلسطينية، هيدي يعني فور مي أول شيء، يعني أنا هاي الشغلة الوحيدة ما بتتزحزح عندي أبدا 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 أبدا، يعني أنا فلسطينية أول شيء. بس أنت ما لمحل لمكان هاي أصعب، لأنه أوكي أنا ولدت بدبي بس دبي ما بتعني لي شيء، لأنه دبي عمرها ما حسستني إنه أنا بعني لها شيء. عرفتي كيف؟ يعني ما نزلت ولا دمعة من عيني لما تركنا دبي، مع إنه كنا كثير مبسوطين بدبي. عرفتي كيف؟ يمكن بحن للبنان ولسوريا أكثر، مع إني ما عشت فيهم، يعني كنا نروح نقضي الإجازة الصيفية هناك، بس لأنه هناك في أهلي اللي بحبوني وعائلتي، وأحلى ذكرياتي يعني مع جدي ومع ستي وهيك هناك. وطبعا مونتريال بتعني لي كثير، يعني احنا سافرنا تركنا مونتريال سنتين بال 2010، رحنا عشنا بلندن، وكنا حتى يعني مفكرين انه بلندن يو كي، وحتى كنا مفكرين انه نقعد بلندن، كان ممكن نقعد ونضلنا قاعدين بلندن. بس من اول نهار نزلت بلندن قلت له لجوزي بديش اعيش في لندن. ما يعني ما حسيت حالي، ما تخيلت حالي اكبر واختير واعيش شيخوختي بلندن، حسيتها ظهري بلد بارد وهيك. وحتى يعني يمكن هناك وين ما تروحي بتشوفي النوستالجيا للامبراطوريه البريطانيه، فهذا الشيء يعني بالنسبه لي ما كان صعب جدا اعيش ببلد بعضهم عندهم نوستالجيا على الملكه وعلى الامبراطوريه البريطانيه اللي هي اخذت منا كل شيء، فكيف انا ممكن اربى فيها واعيش فيها واختير فيها، مع انه كل الناس تقول لهم عايشه بلندن يقولوا واو واو واو. فقلت لهم لا، ما بعد سنتين رجعنا، قعدنا سنتين وبسطنا فيهم كثير، اخذنا اللي بدنا اياه اكسبيرينس وكل شيء، والاولاد انبسطوا كثير وحملنا حالنا ورجعنا على كندا. طب بالنسبة لإلك، لفكرتك الشخصية عن النجاح بكندا، هل بتعتبريها حظ أم صدفة أم عمل متكامل ومخطط له بشكل جيد؟ على ما أظن يعني فيك تقولي من جميع من كله هيدا، يعني كله كومبينيشن، كله ما فيها حظ وفيها شغل وفيها تعب وفيها ساكريفايس. أهلي عملوا كتير ساكريفايس بالنسبة إلنا، أهلي كتير قدموا، كتير خسروا بحياتهم، كتير تعبوا، حتى نحنا يعني حتى نحنا أنا وخيي نقدر نبني حياة هون. ف يعني صعب، ما بتعرف مرات بسأل حالي، بلاقي حالي كتير محظوظة، بقول يلا طب يعني إنه بشوف وصن بشوف يعني ناس قراب مني حياتهم صعبة جدا، يعني أنا فكر كتير بأهل بيروت اللي وضعهم صعب كتير، وقول طب يعني إنه ليش نحنا يعني كنا محظوظين وقدرنا نطلع من المخيم وهني لا، يعني ليش يعني شوف يعني إحنا لنا أذكى منهم ولنا أحسن منهم، ولنا مرات يعني هاي اشياء صعب الواحد يجاوب عليها. فانت بتحاولي تعمليه انه اوكي، تقولي انه يعني انه اوكي الله اعطاني هالحظ وهالسيتويشن، شو ممكن انا اعمل شغلة ايجابية فيها، شو ممكن انا اقدم، وانا اكتر شيء شاطرة فيه اللي هو الفن والكتابة، فبحاول اقدم بهالطريقة، بحاول اكتب عليهم بكتبي، بحاول احكي قصصهم بكتبي، يعني بحاول في مثلا جوز عمتي يعني اعطيته يعني قدمت له الروايه الثانيه، اوكي يمكن هذه ما قدرت اشفيه من الكانسر وما قدرت اخفف عنه كل اللي عاشه بالحرب الاهليه ببيروت لا هو ولا عمته، بس على القليله اسمه موجود بكتاب وراح يكون موجود لكل التاريخ بكتاب. عرفتي كيف؟ وهذا الشيء الوحيد اللي انا فيني اقدمه لاهلي. فبحاول اللي أنا ممكن أقدمه بقدمه، يعني اللي عندي الموجود عندي بكفاءة، يعني الكاباسيتي تبعتي.
عرفتي كيف اللي موجودة عندي. يارا، كيف بتفكري ممكن يكون مستقبل التعددية في كندا؟ يعني احترام التعددية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة بشكل عام، كيف شايفتيها ممكن تكون بالمستقبل؟ هلا نحن عم نمرق يعني فيني اقول بوضع شوي صعب. يعني في هلا حركات كثير عنصريه عم تعلى، وحركات خوف من الاخر، زينوفوبيا. فهاي معلش بس دقيقه زاده حبيبتي، ستوب بليز. تطبخ شكلها زادة. عم بضب الجلي. سوري راحت الفكرة من راسي. فهلأ عم نمرق بوضع شوي صعب، والتعددية والتعايش مع الآخر هيدي شغلة عمرك ما بتوصلي لنقطة فيها فيك تقولي إنه خلص حلينا كل المشكلة، وهلأ صرنا نعرف كيف نعيش مع بعض وخلص راح كل شيء. هاي شغلة لازم دائما الواحد يشتغل عليها صحيح. دائما 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 دائما. هذه يعني ما بتوصلي لنقطة بتقولي هلأ فينا نقعد مرتاحين، عرفتي كيف؟ فهاي هي معايش. يشتغل عليها من ناحية، من أي ناحية يارا؟ من ناحية إنه مثلا يحاول يضغط باتجاه إنه يحط قوانين تتحكم أكثر بهاي الأمور، لمنع مثلا العنصرية بكل أشكالها، أو إنه يشتغل عليها على زي ما أنت عملتي، إنه عن طريق المؤسسات الغير ربحية، عن طريق تثقيف المجتمع. مين بتشوفي يعني أكثر جدوى في هاي الطرق؟ كل استراتيجيات منيحة. يعني أنا ما دائما في ناس بيقولوا لي إنه أوكي هل لازم نحن نروح أكثر مثل ما تقولي نمشي من جهة القانون قوانين، أو نمشي من جهة تانية بطريقة يمكن مش دايركت أو هيك، أو حتى هل لازم نطلع ننزل بالشارع ونعمل مظاهرات وهيك. فأنا دائما بقول كل استراتيجيات منيحة، ما في استراتيجية، إنه الموضوع معقد كتير وما في سولوشن واحد ممكن يحل مشكلة العلاقات والعنصرية بين الناس. أول ما صحيح. يعني نحن الإنسان بشكل عام، أول ما نلاقي حدا مختلف عنا، حتى لو منكون الشخص المنفتح الأكثر شيء منفتح، ومثل ما تقولي خلص عنا شيء بغريزتنا، لما يكون شخص مختلف عنا أول ريفلكس هو إنه نخاف. صح، هذا أول ريفلكس، يعني هي شغلة بغريزتنا، نحط جدران. فهي الشغلة يعني كل الاستراتيجيات منيحة. فأنا دائما بقول إيه لازم نحكي، ولازم نقاوم، ولازم نعمل مظاهرات، ولازم نفوت بالسيستام. في ناس بقول لك إنه أنا ما بدي أفوت بالسيستام، السيستام عنصري، أو إذا حدا فات قرر بده يصير سياسي بقول إنه هيدا مثل ما بقولوا باع القضية ولا شيء من هالنوع. لا، نحن بحاجة لسياسيين، وبحاجة لفنانين، وبحاجة لناس ينزلوا بالشوارع يعملوا مظاهرات، وبحاجة لناس تكتب كتب، وبحاجة لناس تعمل موسيقى، بحاجة للناس تروحوا بس تحكي مع جيرانها. صحيح، عرفتي كيف؟ طالما كلها بتصب في نفس البوتقة، في نفس بالضبط الهدف. بالضبط بالضبط بالضبط. رائع. فأنا دائما بحاول إنه بقول لهم دائما للناس don't judge. إذا حدا تاني اختار استراتيجية تانية تقدر يعيش بهالبلد ويقاوم العنصرية، don't judge. مش تقول إنه هيدا عامل هيك وهيدا عامل هيك، لا، أنت في أشياء ممكن تزبط لإلك وما تزبط لغيرك، وكل واحد وضعه مختلف. طالما ضل يشتغل على الهدف، يعني استراتيجية مختلفة طبعا لكن الهدف ما بتغير، هون بالضبط المشكلة. بالضبط بالضبط. طيب، وين شايف المستقبل بالنسبة إليك يارا؟ شو مشاريعك المستقبلية؟ شو هلأ بدور براسك؟ بدك تدخلي على راس مين يعني تحديدا؟ هلأ بدي عم بشتغل على رواية رابعة، وكمان طبعا دائما أنا عندي رواياتي كلها على فلسطين. وهي الرواية أول مرة بهاي الرواية رح أطلع على المستقبل. فكل رواياتي لحديت هلأ شوي على الماضي، هلأ بدي قلت لأ بدي أطلع على المستقبل، إنه كل الناس خايفين من المستقبل أو شايفين مستقبل فلسطين بطريقة كئيبة جدا، فأنا دائما بحب أعمل العكس. حلو، والله احنا بحاجة جدا لهيك تفاؤل يعني. بالضبط. الله يخليكي. وبانتظار، اكيد بانتظار قراءة الرواية، وان شاء الله يعني تلاقي نجاح باهر
مثل كل رواياتك اللي أنت عملتيها. شكراً كثير. في عندك كلمة أخيرة، نصيحة مثلا؟ في معنا الأخ عبد الصمد كان بيفكر يهاجر، هلأ بقول لك أنا بطلت بدي أهاجر علشان سمع الموضوع التمييز العنصري. انصحي أو انصحي كل الأشخاص اللي بيفكروا يهاجروا لكندا بأي شيء أنت بتحبي، تفضلي. كل البلاد فيها تمييز عنصري، بلادنا العربية أول بلاد فيها تمييز عنصري. يعني الواحد شو ما يعمل بالحياة راح يكون في تحديات، يعني أكيد راح يكون في صعوبات. فإذا الهجرة هو يعني السولوشن لإلك، أوكي يعني هاجر، بس طبعا ما في شيء هين بالحياة، فمش لازم اللي أنا حكيته يوقفه، بس مش لازم كمان يفكر إنه كل إنه كندا هاي فكرة إنه كندا فيها كل شيء وكندا بتعطي كل شيء. كندا مثل أي بلد، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. وزي ما بنحكي إنه كندا بتفتح أبوابها للجميع، والاعتماد الأكبر بيكون على الشخص نفسه، لوين بده يوصل بحياته وشو بده يعمل بحياته. يعني ما يتوقع الواحد انه يجي لكندا يلاقي كل شيء موجود على طبق من ذهب، لا، بدك تتعب وبدك يمكن تمضي سنة او سنتين من عمرك في انك لحد ما تحط رجلك على الطريق الصحيح، لكن بالنهاية بتوصل لوين ما بدك بجهدك، والبلد بتعطيك المجال انك تعمل هيك. صحيح. شكرا لك يارا. وانا ما ندمت، مش ندماني انه جينا على كندا بعد كل هذا بعد كل هذا مش ندماني اكيد كندا مش بيرفكت، مش بلد مثاليه، مش ارض الاحلام زي ما بفكروها الناس، لكنها يعني بلد مستقره، في حقوق للانسان، في قوانين بتتحكم في الدوله وبتمشي على الكل، يعني مش على شخص او شخص لا زي بعض الدول. دكتور جمال الشريف عنده مداخله بيحكي: لا يوجد البلد الفاضله، وكل مكان له حسناته وسيئاته، نحن من نقرر كيف يعاملنا الاخر، ونحن البشر من نغير العالم. صحيح صحيح. الأمل الحسن: الصمت لا يجدي، التحدث بالسلبيات قبل الإيجابيات بصوت عالي يحدث تغيير جذري، وهذا الفرق. نعم صحيح. بحب أشكرك في نهاية حلقتنا اليوم يارا، أنا جدا استمتعت في حوارك، يعني ما شاء الله عليك 13 سنة جيت على كندا متحدثة لبقة، عندك روح حلوة، عندك روح التحدي، وإحنا هذا اللي بدنا نشوفه دائما في شبابنا وفي أولادنا إن شاء الله بالمستقبل، إنهم يكونوا عندهم نفس الإيجابية ونفس التحدي، وإنه هذا أنا، يعني هذا أنا هيك، يعني بدكم تقبلوني غصب عنكم مش خيار، يعني إنكم تتقبلوني زي ما أنا. ألف شكر مرة شكرا تانية. شكرا كثير لكل اللي كان موجود، والكل اللي سمعنا، والكل اللي كمان قدم وعلق، بنشكر كثير. شكرا لك يارا، وشكرا للمتابعين والمعلقين ولكل المداخلات. أعزائي المشاهدين، كونوا معنا كل سبت الساعة 7 مساء بتوقيت شرق كندا في حكاية جديدة من حكايات المهاجرين. تصبحون على خير.